نتحدى. هو حلاوته حاجة واحدة بس، إن هو راجل صريح مش لئيم. مش لئيم ولا أي حاجة. طب الصحافة وكله يعني مش عارفين ان الدنيا خربانة. هو احنا جايين عشان كده. جايين عشان كده ايه ده؟ احنا تعبنا. هو ده احنا اللي جايين عشان. على النعمة ولا في شغل ولا في شفت ولا في اي حاجة خالص. عم الصناعية ده بقى. يا اخي الناس المحترمين. كلمنا بقى عن المهنة، عن تاريخ المهنة دي. ورثتها عن باباك، عن جدك، كلمنا عنها. المهنة دي بقالها كتير. بقالها كتير قوي. وبعدين اللي بيكبر فيها ما عرفش يشتغل حرام. طول ما الواحد سنه صغير وشغال بيبقى شغال، لكن سنه كبر بيتركن على دم لان ما فيش عاد يدق. بس انا شايف حضرتك بسم الله ما شاء الله يعني مستمر وشغال اهو. شايف حضرتك ما شاء الله. ما طول ما الواحد فيه صحه شغال في السنه دي. ما فيش صحه مع السلامه. وما فيش اي تامين على حضرتك؟ لا ما فيش. لا ما فيش تامين خالص. في زمان بقى في عالم اتأمن عليه وعالم ما اتأمنش عليه. زمان الكلام ده. مفيش نقابة للحدادين أو الصناع؟ لا لا مفيش نقابة. النقابة دي كانت نقابة دي فين؟ ما بقاش في نقابة ولا في كلام ده. ومحدش بيسعى مثلا إن هو يحاول يعمل له نقابة؟ ولو رحت ساعتي العمل. حضرتك ده نحاس ولا حديد؟ كلها بقى مرقة ازاي؟ في حالة حلاوة. حضراتكم متخصصين في كل الانواع دي من الحاجه. هي بتبقى كامل بقى. يعني الصنعه دي بتبقى كامله من نحاس لالمونيا لستلس كل حاجه. طب حله زي دي مثلا تكلف قد ايه؟ تكلف يعني الزبون قد ايه؟ 1500 جنيه. طب لو هيعمل مثلا حله حديد او مثلا قدر يكون مختلف عن الستلس يعني. ده ليه سعر ما انا بسال حضرتك مثلا لو هيعمل قدره حديد سعرها كام؟ يعني انا مثلا الحديد مثلا تعمل ب 400 جنيه. من 1500 جنيه في فرق. الالومنيا نفس الموضوع. طب انا شايفه عربيات الفشار وعربيات الكبده وكده دي تكلف قد ايه؟ لا دي كل واحد ليه قصصه بقى. يعني بص ازاي انا ما بجيبش ثمنها، ما بجيبش ثمنها النهارده بسعر الغلو اللي في البلد وعماله تتقال. الغلو عمال يغلى كده مش عارفين منه. طبعا دلوقتي المعادن كلها غليت، الحديد والنحاس. يعني كيلو الحديد النهارده النحاس ب 250 جنيه. الكيلو. كان الكيلو بكام بقى؟ كان ب 25 جنيه. ده ب 250 جنيه. الالومنيا النهارده الالومنيا خام ب 75 جنيه. عشان تصنعيها ب 120 جنيه. عشان تبيعيها للزبون ب 120 جنيه. 100 جنيه 110 على حسب. كل صنعة أو كل شغلة ليها أتعابها. يعني النهارده حالة الأكل بتاع الكشري دي ليها تعب، القدرة ليها تعب تاني، كل حاجة ليها سعرها، ليها تعب. سمعنا إن معدن النحاس نادر الفترة دي وشاحح في السوق، ده حقيقي ولا؟ عشان غالي. عشان غالي. النهارده أنت عشان تجيب النحاس ب 150 جنيه هتدي لي الزبون بكام؟ 300 جنيه. مين هيعمل له حالة زي دي عشان أعملها نحاس تعدي ال 4000 ولا 5000 جنيه؟ كان النحاس. ده ياخدها السلم ب 1500 ل 4000، 2500 فرق. عشان كده الزبون ساب النحاس شويه، النحاس يعتبر عمال ينفرد ليه؟ الغلو بتاعه عمال يعني كل حاجه عماله تعلى. فمش عارفه تشتغل. طب رأي حضرتك كرجل في السوق دلوقتي النحاس بيغلى ليه؟ يعني ايه الأسباب اللي تخليه يغلى؟ الحاجة بتغلي غالي. من بره. ما انت النهارده الخامه دي انت بتصنع بالصبيعه عندك هنا؟ لا، دي من بره.
بيغلى من ايه؟ من الجمارك، من الضرايب. لو الحاجه دي خف عنها شويه اجينا احنا رخيص. والتاجر برضه، ما هو التاجر برضه استغلالي، هو التاجر برضه استغلالي النقطه دي عشان ايه؟ يخزن الرخامه عنده، وساعة ما تترفع يعمل النهارده الالومنيا لو نزلت سنه مثلا، نزلت 2000 جنيه ولا حاجه، هل التاجر بينزل على طول؟ يقول لك لا انا مشتري غالي، هبيع غالي. النهارده الالومنيا لو نزلت 2000 ولا 3000 جنيه في الطن، المفروض تخفض بقى عشان انا اخفض على المستهلك. لا ما بخفضش، لاني هو ما بخفضش عليا. يعني بيفهم قوي.